كذلك لو أنهم لم يتعاونوا على هذه الأمور المشتركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، في الماء والنار والعشب، ثلاثة أمور بين النبي صلى الله عليه وسلم اشتراك الناس فيها لا يحل لأحد أن يمنعها أحدا. فالماء ضرورة للبشر ولا يمكن أن يعيش الناس بدونه، فلذلك لا بد أن يتعاونوا على تحصيله للجميع حتى للبهائم، وحتى البهائم التي لا علاقة لك بها لا تملكها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بغيا أي زانية من بني إسرائيل جاءت إلى ماء إلى بير فوجدت كلبا يأكل الثرى من العطش، فقالت لقد بلغ به العطش شيئا، فنزلت في البير ونزعت موقها أي خفها وملأته من الماء وأمسكته بأسنانها وصعدت في البير حتى سقط ذلك الكلب فغفر الله لها. والماء خير ما يتصدق به، خير ما يتصدق به الأحياء والأموات الماء، لأن حاجة الناس إليه عظيمة فهم محتاجون إليه بكل الأمور. ولهذا كان من أسس المجتمع المسلم أن الشريعة جعلت الناس في الماء شركاء. كذلك النار، إيقاد النار أمر سهل لا يضرك، لو أخذ جارك من نارك ما يوقد به نارا هذا لا يضر، وهو أقل شيء في التعاون، فلذلك الناس شركاء فيها لأن الله جعلها متاعا. هذه النار جعلها الله متاعا يتمتع الناس بها بدفئها وبضوئها وبما يستغلونها به، فهي مشترك من العوامل المشتركة بين المجتمع. الأمر الثالث العشب، ما ينبته الله في الأرض من النبات الناس شركاء فيه، ما غرسته أنت وزرعته هذا لك، لكن ما أنبته الله في الأرض أنبته للناس جميعا، سواء كان شجرة أو مرعا أو غير ذلك، الناس شركاء فيه لا يمنع أحد أحدا منه، ولا يكون الإنسان أنانيا فيقطعه والأشجار أو يتسبب في حريق يأكل الأخضر واليابس، هذا أنانية وإفساد في الأرض وليس لك إلا قدر حاجتك. فالله هو الذي أنبت هذا النبات، وهذا النبات غطاء هو كسوة الأرض، فالأرض تتزين كما يتزين الناس، فالإنسان كسوته اللباس والأرض كسوتها الغشاء النبات، وهي محتاجة إليه وقد زينها الله به، فجعل النبات الذي فيها نفعا لأهلها وإحياء لها، وسمى نبات الأرض حياة لها بعد موتها، فالله يحيي الأرض بعد موتها أن ينبت فيها النبات، يسقيها بالمطر وينبت فيها النبات. هذا النبات تحتاج إليه الأرض لأنه الذي يرفع عنها أشعة الشمس والضرر الذي يصيبها وعوامل النحت والتعرية، فكذلك هو بمثابة اللباس للإنسان. الإنسان إذا لم يكن له لباس وتعرض للشمس والبرد والمطر والرياح سيتأثر لا محالة، ولذلك هذه الأرض هذا غشاؤها ولباسها، فلا بد أن تحترم البيئة وأن تكون عاملا مشتركا بين المجتمع يحافظ عليه الجميع. فمن العوامل التي تفسد هذا مثلا السعي لإحداث حريق يأكل المرعى، قطع الأشجار واجتثاثها هذا يؤدي إلى التصحر،